السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بناء على طلب أحد الأصدقاء أعزائي، أردت يعني حقيقة أن أرد على شريط انتشر كثيرا حول الفتوى حول البنوك، وهو يعني من أحد العلماء المعروفين في مصر، وهو علي جمعة. فحقيقة يعني هذه الفتاوى الشاذة التي انتشرت والتي هي تجانب يعني صواب وإجماع واتفاق الأمة، ونقول هنا اتفاق حتى لا يستدرك علينا قضية الإجماع، لكنه اتفاق علماء الأمة. ويعني حقيقة هذه المسألة يعني ليست بالنازلة، هي مسألة قديمة. وهو كما ذكر يعني هناك يعني كان هناك خلاف لما بدأت، حين يعني كان الأمر لا يعني ليس بواضح، لكن هو استشهد ب يعني فهم المهدي العباسي، وقال إن يعني البنوك تقوم بالادخار. ولذلك يعني أريد أن أرد على هذا الشريط المأسوف عليه نقطة نقطة حتى يتبين الأمر للأصدقاء والإخوة ومن يطلب الخير. فهل أولا يعني فهم علي جمعة ما يتحدث عنه؟ لأن هنا من استمع للشريط ولا يعلم خبايا الاقتصاد وقضايا عمل البنوك حقيقة قد يستشكل عليه. هل البنوك تقوم بدور الادخار ثم الاستثمار؟ هذا غلط، هذا غلط منذ القرن السادس عشر، لما يعني جاء الإذن في دول اسكندنافيا ثم في انجلترا من طرف السلطات المركزية لإعطاء الحق لبائع الذهب والبنوك آنذاك، هم كانوا ممثلين فيهم، لإقراض ضعف ما يمتلكون، لإقراض ضعف ما يمتلكون. وبالتالي هنا بدأت قصة خلق الائتمان، يعني خلق النقود أكثر مما لدى البنك. هذه الأولى. فالبنوك ليست مبنية على مبدأ الادخار يعطي الاستثمار والإقراض، بل مبنية على العكس، الإقراض يعطي الادخار والاستثمار. فهي هو قال يعني هو نوع من أنواع الوكالة بالمضاربة، وهذه أسماء يعني ربما تشكل على من لا يفهم يعني القضايا الفقهية في باب المعاملات. ولنستبين الأمر مع الإخوة الأفاضل، نقول في الوكالة بالمضاربة يكون الضمان على المال للموكل. الموكل الأول يعني الذي أعطى الوكالة للوكيل هو الذي يضمن وليس الوكيل. وعلي جمعة هنا يقول إن الوكيل هو البنك، وبالتالي تكون هناك مضاربة. هذا غلط من قبل شيئين. الأول أن هذه ليست علاقة وكالة. لماذا؟ لأنه لو وقع أن الوكيل الذي حسب علي جمعة هو البنك وقع في إفلاس في مشروعه الذي استثمر، فعليه الضمان، وهذا بالقوانين التي تؤطر عمل البنوك. وبالتالي قضية الوكالة هنا غير واقعة في الواقع، يعني غير متحققة. فالضمان يكون على الموكل الأول يعني الذي وضع ماله في البنك، يعني الزبون، وبالتالي ليست هناك علاقة وكالة بالمضاربة. كذلك ليست هناك مضاربة. لماذا؟ لأنه في المضاربة الأساس الأصيل في المضاربة هو أنه لو ضارب أحدهم وأعطى المضاربة ليستثمر ماله فوقع الإفلاس في المشروع، فضمان رأس المال على على رب المال، على صاحب المال الأول، وليس على المضارب. المضارب ماذا يخسر؟ يخسر جهده. فلا المضاربة متحققة ولا الوكالة المتحققة، ناهيك عن الوكالة بالمضاربة. وهذا من المسائل المعروفة لدى الفقهاء والعلماء المشتغلين في هذا الباب. فهو يقول لي ما يعرفش. طيب نتساءل هنا، كيف اللي ما يعرفش؟ وهنا يعني الثلاث مسائل الأولى هي مخالفة للواقع. ثم قال لا علاقة للنقود الحالية الآن بالربا. لماذا؟ لأنه يعني مبنية على فتاوى قديمة، ومنذ قرار نيكسون في 1971 تم فصل قيمة النقود عن الذهب، وهذا غلط آخر. لماذا؟ لأن ما علة الربا؟
التي اعتمدتها المجامع اليوم والتي كانت فيها الفتوى في عند العلماء قديما، خصوصا عند المذهب المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، أن العلة في الربا هي الثمنية، وبالتالي أي شيء كان ثمنا للأشياء، يعني يشكل المعيار الثمني الذي به ندفع ونستخلص الأموال فصار أثمانا، فهو تجري فيه علة الربا التي هي الثمنية. طيب، إذن النقود لا زالت نقود ولا زالت مالا، وبالتالي فعليها الزكاة، وفيها الزكاة وفيها علة الربا. ثم قال، وهنا يعني بدأ، يعني حقيقة بدأ يسرح في أشياء مخالفة للواقع تماما في باب الاقتصاد، يعني ولو لم يكن يعني هذا الشريط بهذا الانتشار لما تطرقت لهذا، ولا قلت هذا يعني شخص يعني تحدث في أشياء لا يضبطها. قال إن البنوك هي أساس التقدم. طيب، منذ متى والبنوك أساس التقدم؟ لو كانت البنوك أساس التقدم لكانت دول جنوب أو وسط أفريقيا ودول جنوب آسيا ودول جنوب أمريكا اللاتينية متقدمة. لماذا؟ لأن البنوك فيها منذ يعني عشرات السنين، إن لم نقل منذ أكثر من قرن، وبالتالي فهذا يخالف الواقع المشاهد. ثانيا، لندخل شيئا ما يعني في التفصيل، قال لو لم تكن البنوك لغرقنا في التضخم. سبحان الله، سبحان الله، يعني هذا قول صادم من ناحية الاقتصادية. لماذا؟ لأن نادي روما الذي يجمع كبار الاقتصاديين ويجمع أكبر الدول في العالم، القوى الكبرى من ناحية الصناعية، من دول أمريكا الشمالية ودول أوروبا ودول اليابان وغيرها، خلص إلى أن العلة الأولى والسبب الهيكلي الأول في التضخم ما هو؟ هو الربا، هو الفوائد البنوك، فوائد ربوية. وبالتالي إذا كانت القوى العظمى وعلماء الاقتصاد يقولون إن السبب الأول في التضخم هو الربا، ويقول علي جمعة إن بدون البنوك سنكون في التضخم، فهذا يعني أترك لكم الاختيار وفقه المسألة. لنفصل لماذا؟ لأنه لما تكون هناك فوائد ربوية، المنتج يقترض مبلغ من المال، مثلا 100 مليون، هذا 100 مليون سيصنع بها شيء، فتكلفة شيء ليست 100 مليون فقط، هي 100 مليون زائد فوائد ربوية، وبالتالي فعليه حتما أن يزيد في ثمن البيع حتى يستخلص الكلفة والفوائد الربوية. ومن هنا تفهمون التفصيل لماذا الفوائد الربوية هي السبب الأول الهيكلي في التضخم في الاقتصاد، وهذا يعني شيء بديهي بالنسبة للاقتصاديين. مسألة ثانية والمعروف لدى السياسات النقدية، لما تريد يعني لما يريد البنك المركزي خفض التضخم ماذا يصنع؟ يزيد في الفوائد الربوية. لماذا؟ ليس لأن الفوائد الربوية لها ارتباط مباشر، لكن لأن الزيادة في الفوائد الربوية تنقص الإقراض، وبالتالي ستنقص العملية الاقتراضية التي بها سينتج الناس، وبالتالي ستنقص الدور، يعني ستتقلص قيمة الإقراض وستتوقف أو تتقلص العجلة الاقتصادية، وبالتالي سينقص التضخم بالزيادة في الفوائد الربوية، لكن بالفوائد الربوية المتوسطة والقليلة تزيد عجلة الإقراض، وبالتالي تزيد المنتوجات التي تصنع بالقروض، وبالتالي تزيد المنتوجات التي يجب أن نزيد في ثمنها للإقراض. المسألة الثالثة التي قال يعني البنوك هي أساس الإسلام ورعاية الفقراء. سبحان الله، كيف يعني البنوك هي رعاية الفقراء؟ ومن ذهب إلى المحاكم التجارية يجد أن تقريبا جميع الملفات التي فيها الحجز على الممتلكات تأتي من البنوك، ربما 90% أو 95%. فيا سبحان الله. لنفهم القضية قليلا،
البنوك لو كانت ترعى الفقراء لأفرادته القرض الحسن. لماذا؟ لأنه لنضع أمامنا يعني غني وفقير، كلاهما يريد أن يشتري شقة، فالأول مثلا الشقة نقول هي ثمنها 100 مليون، فالأول سيدفع كم؟ 100 مليون، الغني، فقيمة الشقة عنده 100 مليون. أما الثاني ماذا سيدفع؟ سيدفع 100 مليون زائد ربما قرض على 20 سنة، ربما ستصير 200 مليون. فالشقة بالنسبة للفقير ثمنها 100، بالنسبة للغني ثمنها 100 مليون، وبالنسبة للفقير ثمنها، الشقة بالنسبة للغني 100 مليون وبالنسبة للفقير ثمنها 200 مليون. 200 مليون، وهذه المصيبة. فأين رعاية الفقراء؟ والضغط يزيد عليهم من جهة تكلفة اقتناء المواد الأساسية والمنتجات الأساسية، ويزيد الضغط عليهم كذلك من جهة الأثمنة، حيث المنتج يرفع من الثمن ليستخلص تكلفة الإنتاج زائد الفائدة الربوية. هذه مصيبة حقيقة. يعني إذا تكلم في الاقتصاد، يعني من لا يضبط قواعد الاقتصاد فهذه مصيبة. فهنا أريد أن أفصل شيئا ما متعلق بالسياق. أولا علي جمعة هو يعني هو عالم من العلماء الرسميين في الدولة، في الدولة المصرية، والدولة المصرية تصدر يعني سندات ربوية، وبالتالي يصعب على عالم الدولة الرسمية أن يخالف الدولة، خصوصا إن كان يعني كانت أجرته تأتي من هذه الدولة. هذه الأولى. المسألة الثانية، يعني لا ننسى لعلي جمعة فتوى المأسوفة في المأسوف عليها في يعني قتل المتظاهرين على يعني ساحة رابعة العدوية، وهذه يعني فتوى يعني مصيبة، مع الأسف هي مصيبة، وذهبت فيها أرواح. ثم نفصل بعض الأشياء في قضية الفوائد من القرآن ليفهم الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه في سورة البقرة. إذن النقود هي مال، وإلا فليس عليها، فليس فيها زكاة. النقود هي مال طبعا باتفاق العلماء. بالتالي هذه النقود إن أقرضها الإنسان بربا فإن تاب فله رأس ماله، يعني إذا أقرض 100 فعليه أن يستخلص 100، وبالتالي هذا يكفي لكل من بحث عن الحق. فالجواب في القرآن العظيم: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ أكثر من رأس المال، سواء كان فائدة، سواء كان يعني فائدة معللة بعلة واهية مثل تضخم أو غير ذلك، إلا في حالة الكساد التي يفتي فيها العلماء، التي تنهار فيها العملة بشكل فظيع بسبب حال، وهذه حالة شاذة فيها فتوى للعلماء خاصة. لكن 1% 2% طبعا الإنسان إذا أقرض فعليه أن يطبق القرآن إن كان مسلما. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ أكثر ولا تظلمون بأن تستخلصوا أقل من مالكم، يعني استخلصوا رأس مالكم. هذا فيما يتعلق بالعقد طبعا. أما إن كان هناك إحسان أو شيء آخر فإنسان قد يسمح في حقه، وهذا لا إشكال فيه. وبالتالي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء. فليحذر الإنسان عن يعني في ليحذر من خطورة هذه المسألة. نقطة ثالثة أردت أن أفصل فيها هي النقطة الآتية. يقول كما جاء في يقول البخاري: إنما ربا في النسيئة، عن أبي سعيد، وعن أبي سعيد في رواية الربا في النسيئة، وكذلك قد روي عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهم نهوا عن قرض جلب منفعة، جرى منفعة، وروي إجماعهم، يعني أي شيء أقرض فالإجماع على أنه يجب أن لا يجلب نفعا بعقد. وهذه المسألة طبعا كما قلنا، من قال إن هذه المعاملة مع البنك
هي معاملة وكالة بالمضاربة هذه إلا وهي كما بينا في البداية. ثم وكيف نعلم أنه قرض؟ القرض هو المال الذي دفع ليرد بدله غيره، مال بدل ليرد بدله غيره. فهذا المال دفع ولن نستخلص نفس المال، سنستخلص يعني من جنسه، يعني دفعت 100 درهم سأخذ 100 درهم، أي يعني أي 100 درهم كانت ما دامت نفس العملة. ولذلك إذا كانت هذه المعاملة مع أي شخص أعطيته مبلغ وضمن هو ذلك المبلغ، كان هو الضامن لذلك المبلغ، فهذا يسمى قرضا، وإن سميته أنت إحسانا أو صدقة أو مضاربة سميه كما تشاء، العبرة يعني بالمعاني لا الألفاظ والمباني. ولذلك قال إمامنا مالك في المدونة: كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله بزيادة وزيادة فهو ربا. وهذه العبارة للإمام مالك تقطع كل خلاف وكل إرادة تشويش على هذه المسألة. وقال ابن قدامة: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، بغير خلاف. وهنا لما ذكرنا الإجماع في البداية، هنا نعطيكم النصوص التي تؤكد هذا الإجماع. هذا الإجماع قال به ابن قدامة. وكذلك قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف، يعني الذي أخذ السلف، زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، يعني بشرط ذلك، فهو ربا، فهو ربا. وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وليس له أن يشترط زيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء. وهذه هي عبارة الإمام مالك: كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا. فيعني هذه الأمور يعني واضحة جدا. مع الأسف هناك من يريد أن يشوش، ولذلك المجامع الفقهية التي تفتي بمجموعة من العلماء وليست فتاوى أفراد، لأن النوازل تحتاج مجموعة من العلماء، وإن كانت هذه المسألة يعني لا تعتبر من النازلة، هذه معروفة قديما. لذلك قال يعني جاء في قول الفخر الرازي فيما ذكره الجصاص، يقول: وربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. هذا كان المتعارف المشهور بينهم، فليست يعني مسألة جديدة. ولذلك نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار رقم 10 على 12، كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، كذلك الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. فهذه المسائل يعني ليست جديدة، هي قديمة معروفة، كما بينا لكم الجواب فيها من القرآن قبل أن يكون من الحديث، وقبل أن يكون من العلماء وإجماعاتهم التي ذكرنا لكم واتفاقاتهم. فهذه المسألة يعني يجب أن لا تشوش عليكم، فالمسألة خطيرة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمسألة خطيرة جدا. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.